بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم عبر هذه الحلقة من برنامجكم برنامج ساعة خاصة جدا، وساعتنا هذه المرة مع ضيف عزيز علينا وعلى بلادنا السودان، ألا وهو الدكتور الشيخ الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف، مدير قناة الإرث النبوي بالمملكة العربية السعودية ومدير مشروع فاتبعوني لإحياء السنن النبوية، وهو من أرض الحرمين والتي هي عزيزة على كل مسلم. فباسمكم جميعا مشاهدين الكرام نرحب به. مرحب بك فضيلة الشيخ. حياكم الله، فضلكم الله ورعاكم إن شاء الله تعالى. طبعا فضيلة الشيخ، نحن في بداية الترحيب قلنا ضيفا عزيزا على بلادنا السودان، ولكن حقيقة أنت لست ضيف، أنت من أهل هذه البلاد. الله يكرمكم إن شاء الله، باعتبار أن كل مسلم يعني أرضه حيث تنتهي كلمة لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله. هو كذلك صحيح. ولا سيما أنت لك يعني مزية خاصة، حيث لك ارتباط بكثير من السودانيين والمشايخ هنا في السودان. الحمد لله. الحمد لله. هي أرض طيبة وتربطنا بأهلها كثير من الوشائج، وحتى الاتصال بأسانيد كثير من العلماء في السودان هنا. نعم. الحمد لله. إن شاء الله ربنا يديم هذه الصلة وهذه المحبة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نحن نلتقيك فضيلة الشيخ يعني وأنت في مقر إقامتك بفندق السلام روتانا، لنقضي معك ساعة ممتعة لمشاهدين الكرام نتحدث فيها عن الهموم الدعوية عموما. وأنت الداعي والإعلام المعروف فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور محمد عبد الرحمن السقاف، قطعا لكل بداية وعندما يريد الإنسان أن يقوم بأي شيء لابد أن يكون هنالك حافز ودافع له للقيام بهذا الدور وهذا الشيء. نعم. ما الذي حفزك ودفعك لأن تقوم بالدور الدعوي والإعلامي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدعوة لا شك أنها هي أعظم وظيفة في هذا الكون، وهي شرف عظيم إذا أراد الله أن يشرف عبداً أشغله بهذه الوظيفة التي أشغل بها أنبياءه وأحبابه عليهم الصلاة والسلام. لاهتمامي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أسباب ومحفزات وبدايات مهمة جدا. الأول منها أنني لم أبتدئ هذه الدعوة من تلقاء نفسي، بل هو امتداد تاريخي والحمد لله تعالى. فالفقير يعني أنتمي إلى بيت وأسرة قامت فيها هذه الدعوة عبر مئات السنوات، فما بين والدي وجدي وأبي جدي وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آبائنا من كان لهم الدور في إدخال الإسلام إلى شرق آسيا وكذلك إلى شرق أفريقيا، ومشايخنا الذين تربينا عندهم من أيام الطفولة. شيخنا الحبيب عبد القادر السقاف كان قد جال كثيرا من البلاد، ولا يخلو يومه من دعوة إلى الله بالصباح وبالمساء ومن مكان إلى مكان. شيخنا الذي لازمته كثيرا من أيام الصغر كذلك الحبيب أحمد مشهور الحداد، دخل على يده في الإسلام أكثر من 300,000 في أوغندا وكينيا ونواحيها. نعم. فصوت الدعوة وهمها وشغلها والتفكير فيها وتبادل الحديث عنها. نعم. يعني طرق الأذن من باكرا. أيام من باكرا جدا. نعم. من أيام الطفولة. فلذلك من بداية أيام الدراسة في الثانوية تقريبا يعني في حوالي 18 وما بعدها بدأت أقيم بعض الدروس لبعض الشباب، وكذلك ترتيب بعض الأنشطة الرياضية للشباب لاستقطابهم إلى الخير. فمن هنا بدأت، وكان هؤلاء المشايخ رضي الله عنهم يعني كثير الاهتمام والتحفيز والتشجيع والسؤال. يعني كلما أذكر أول ما بدأت يعني أتكلم وفي الخطابة وفي نعم. بعض المجالس، كان شيخنا هذا الحبيب أحمد مشهور الحداد طلب من بعض أولاده أن يأتيه بشريط لكلمة لي مثلا، وسمعها وأثنى على الكلمة. فكانت هذه يعني محفزات قوية جدا، وأظن هي يعني الأساس والأصل.
الذي دفعك لهذا؟ الذي دفعنا لهذا. نعم. وكنا نسمع كثير من أشياخنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له هم بهذه الأمة، وأنها يعرض عليه أعمالها، وأن ما يحصل في الأمة هذا يؤلم صدره صلى الله عليه وسلم. فمن من من وجه المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم كان يشغلنا كثير جدا الهم بصلاح هذه الأمة. وكانت الفكرة من أيام الصغر أن يكون هناك دور يعني يصل إلى العالم كله، ولكن تعرف كل من أراد أن يبتدئ في الدعوة يجد عقبات. نعم. لأنه جاء على غير مثال سابق، ويجد من يقوله هذا ليست المسلك السني، وهذا ليس، وتضيع وقتك ويضيع مستقبلك، واشتغل لك بالتجارة وكن كذا وكن كذا، فهذا يعني شيء طبيعي جدا. طبعا ولكل إنسان أراد أن يقدم كما ذكرت شيئا عليه أن يتحمل هذه الصعاب وهذه المشاكل. نعم. أنت يعني دكتور الثقاف يعني ذكرت لنا الأشياء التي حفزتك ودفعتك إلى القيام بالعمل الدعوي. ولكن نريد فزلك تاريخية قصيرة جدا عن المراحل التي تمرحلت بها في العمل الدعوي حتى وصلت إلى أن صرت مديرا لقناة الإرث النبوي، القناة الرسالية الدعوية. نعم. يعني كانت البداية كما ذكرت لك، كانت البداية هو أن فكرت في أن أعمل مثلا بعض المجالس والدروس لبعض الشباب من أقاربي مثلا، وبدأت هذه المجالس وأنذر عشيرتك الأقربين اقتداءً بهذا. نعم نعم. فابتدأت بالذي حوالي. ثم جاءت الفكرة أننا نستغل حب الشباب للرياضة، وأنا كان لي شغل بالرياضة ولعب كرة القدم خصوصا. فاستغلت هذه الفرصة أن أجمع كثير من الشباب والأولاد الصغار كذلك، وأبتدأ بهم ما بين النشاط الرياضي، وثم ربطهم ببعض المجالس العلمية، استدراج لهم والدورات المكثفة المصغرة في بعض أبواب العلم وأبواب السلوك. هذه كانت البداية، وكان الطموح جدا كبير، وكان هناك نوع من التعاون مع بعض مشايخنا وإخوتنا. شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ، وهو معروف ربما لديكم من الدعاة الكبار في زمننا هذا، وأخي كذلك والذي من البداية ابتدأنا سواء الحبيب علي الجفري، وهو كذلك شخص يعني معروف جدا. فمن هناك بدأنا نحن سواء في التفكير في إقامة نهضة شبابية ونشاط دعوي أصيل يجمع ما بين أصالة سندنا ومدرستنا ومشربنا التربوي السلوكي الذوقي القائم على منهج أهل السنة والجماعة الأشاعرة السنية. وكانت الفكرة أن نصل للعالم كله. وكان سبحان الله أذكر يعني كنا نجلس أنا وأخي الحبيب علي الجفري لنفكر في بعض أفكار الدعوة من العشاء إلى الفجر أحيانا أو ما أكثر من ذلك. كنا يعني نذهب إلى بعض الشباب. قيام لليل. قيام لليل. إن شاء الله يكون يقبله الله تعالى كذلك. فكنا نذهب إلى بعض الشباب من له اهتمام بالعلم. فنقول له يعني لابد أن يكون لكم دور في الميدان. يعني أنتم طلبة العلم لا تجلسوا فقط في مجالس كراسي العلم. ينبغي أن تخرجوا للناس وكذا. فكان كثير من الناس يعني يسفه عقولنا، وكان الطموح والحمد لله كبير. يعني حتى كنت أستغرب في ذلك السن أنه كنا نقول نريد أن نصل للعالم كله، ونريد أن ندخل كل بلد في العالم، وما كنا نعرف كيف. ولكن تطورت الفكرة، سافرت كثيرا والحمد لله. مبكرا سافرت إلى كثير من بلاد شرق آسيا، إلى أكثر البلاد العربية. يعني السودان زرتها من قبل 17 سنة تقريبا من الآن، وتجولت في كثير من بلادها، وكذلك شمال أفريقيا. وكذلك صرت بعد ذلك لما توفي شيخنا الحبيب أحمد مشهور الحداد وكان له نشاط في أفريقيا، صرت سنويا أذهب إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا لمواصلة مسيرة الدعوة هناك. وبدأت أجمع العلماء والدعاة من المدارس المختلفة، ونقيم لهم ملتقى لتحفيز الدعوة عندهم كذلك. وسافرت إلى أوروبا وأمريكا، فالحمد لله أكسبني هذا السفر الكثير خبرة بالناس ومعرفة ما الذي نريد. ولاحظنا كذلك
بعض الحركات والتنظيمات والأفكار التي كذلك بدأت تهدم في أصالة دعوة الإسلام. نعم. فهذا زادنا من الخوف على الأمة ومحاولة إعادة تجديد عودة الناس والوسائل. إلى الروح، لكن بوسائل حديثة بأساليب نعم. جديدة. ثم جاءت بعد ذلك من خلال اجتماعي مع بعض الشباب الذي دائما نحن وياهم يعني نشتغل بالتفكير والتحديث والتطوير لوسائل الدعوة، فجاءت فكرة الاهتمام بالإعلام، وبدأنا في مشروع فاتبعوني العالمي، وهو عبارة عن تجديد لسنن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب مبسط. وكانت لأول مرة أحد يعمل حلقات قصيرة مدتها 7 دقائق تلفزيونية، وكانت غريبة في البداية، لكن الآن اشتهرت جدا وترجمت إلى أكثر من 10 لغات، وصلت الحمد لله إلى كثير من بلاد الله. ثم بعد ذلك جاءت المهمة في قناة الإرث النبوي، أن كثير من مشايخنا حتى في السودان عندكم هنا وفي عدد من البلدان كانوا يعني يشتكون أنه ليست هناك قناة فضائية عالمية تمثل أهل السنة والجماعة والوسطية بالمشرب المعتدل بالذوق الصوفي والمذهب السني والعقيدة الأشعرية، وتعتني بمراجع العلماء. فكثير من علماء أهل السنة الأكابر الأجلاء لا يجدون مساحة في الإعلام الديني ولا في الإعلام العام، اعتبار أن الإعلام العام شغله ترفيه ومال وأخبار وسياسة، والإعلام الديني للأسف كان يعني كثير منه له نوع من التوجهات الخاصة مبتكرة لبعض الفئات. فكانت يعني هذه كان هذا هم حقيقة وألم. فابتدأت فكرة قناة الإرث النبوي، وبدأنا الحمد لله بإمكانيات بسيطة ونيات إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. نسأل الله سبحانه أن تكون خالصة ويتقبل منكم قناتكم الحمد لله تمثل كذلك هذا أنا أتابع بعض برامجها تمثل كذلك هذه الوسطية وهذا الاعتدال. فكذلك يعني نحن وإياكم يعني بيننا شبه إن شاء الله، إن شاء الله. والتعاون في نفس التوجه إن شاء الله إن شاء الله. وتعبكم هذا يعني كما يقول أبو طيل المتنبي، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراداتها الأجساد. نعم يعني أنتم تعبتم، ولكن إن شاء الله يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم وأن يكون تعبكم هذا مثمر. ولكن فضيلة الشيخ دكتور الثقاف، رغم يعني كثرة الآن صارت هنالك يعني وسائل إعلام متخصصة دينية، نعم، كصحف دينية متخصصة ومجلات كذلك، وكذلك إذاعات دينية متخصصة، بل وقنوات فضائية متخصصة كقناتكم الموقرة المحترمة الرسالية ذات الهدف السامي. رغم ذلك ورغم الزخم الإعلامي هذا الكثير جدا للقنوات وللوسائل الدعوية المتخصصة الإعلامية، إلا أننا نجد أن الحصيلة ليست كما يتمنى وكما ينبغي أو توازي هذا الجهد المبذول من هذه الوسائل. نعم. برأيك لماذا؟ من أسبابها أننا جئنا متأخرين طبعا. نعم. يعني الإعلام له 70 سنة 50 سنة كتلفزيون وقنوات ووسائل، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، أحسن من أن لا تأتي. فنحن جئنا متأخرين نوعا ما. طبعا أعتقد أن الخطاب الإسلامي في خلال مرحلة أخيرة اختطف من أهله. ما معنى أنه اختطف من أهله؟ يعني أنه تسور على الخطاب الديني أهل تشدد، وخطاب كان لا يراعي لمسة الذوق، لا يراعي حاجة الناس. نعم. بعيد عن بعيد عن الروحانية. نعم. التي الناس هم أمس الحاجة إليها، وفي أمس الحاجة إليها في هذا العالم المادي. نعم. الطاغية المادية طغت فيه. نعم. على كل شيء. نعم. للأسف. فجاء خطاب ديني وانتشر، وكان هو المتصدر للإعلام يعني طيلة 20 سنة مثلا أخيرا، نقول
قبل أن تنشأ قناتكم وقبل أن تنشأ قناتنا، وكانت هذه القنوات ولديها بعض الإمكانيات، وكان هذا الخطاب الديني المتشدد هو الغالب. نعم. هذا الخطاب الديني للأسف نفر الشباب. نعم. نفر الشباب، فصار الآن، ونحن نتكلم بشيء من الصراحة وشيء نعم. من الوضوح، لا الآن نلقي خطبة الآن. نعم. إنما نحلل واقعنا الآن. كثير من الشباب في كثير، أنا لا أتكلم عن السودان الآن فقط، أتكلم عن الأمة الإسلامية عامة. الإسلامية. نعم. لا الهم واحد الآن، تذهب إلى كثير من البلاد في المطارات بمجرد أنك لك الصفة الدينية هذه تجد نفسك نوعا ما عليك نوع من الشبهة والدوائر الحمراء والاستفهامات. نعم. الشباب تجد كثير من الشباب لما تريد أن تتكلم تشعر عندهم نوع من النفرة، بعد أن تتكلم قليلا معهم يشعرون بشيء من الارتياح وشيء من الاستئناس، لأنهم حكموا عليك قبل أن يسمعوك. أيوة، لكن يوجد عندهم الصورة، ممكن أن نعبر عنها بالصيغة العلمية الحديثة، أن الصورة الذهنية عند الشباب عن الدين وعن أهل عن علماء الدين صورة غير جيدة، فبمجرد أن تريد أن تتخاطب معهم تجدهم نافرين. تأتي تعمل قناة فضائية فتجد الشباب لا يميلون إلى تشغيلها أصلا، يعني أنهم من البداية عندهم هذا التصور فلا يأتون، فلو مسبقة. أيوة، فلو أتى يعني يستأنس ويستفيد. لا، هذا من ناحية. من ناحية أن الخطاب الديني يحتاج إلى نوع من التطوير ويحتاج إلى تحديث الوسائل. نعم. ولا زالت الوسائل بالنسبة لأهل الدعوة الوسطية السليمة، لا زالت الوسائل تقليدية. عندهم محدودة. نعم. وتقليدية أكثر. وتقليدية ومحدودة. ومعلوم أن الإعلام خصوصا لما نتكلم عن الدعوة الإعلامية ليست عامة الدعوة، أن الإعلام أساسا تعرف عليه عند الناس أن الإعلام هو محل الترفيه. نعم. الإنسان يأتي متعب من أعباء الحياة والوظيفة طيلة النهار، فيأتي ويتجول في القنوات الفضائية. نعم. بين يريد أن يضحك، يريد أن يسمع. نعم. الغناء، يريد أن يسمع شيء جميل. فالأساس في رغبة فتح التلفزيون عند أغلب الناس هو الترفيه. نعم. فلذلك يعني مشاهدة القنوات هذه الدينية لا تجده مرتفع أو عالي، وهم كذلك عندهم إمكانيات بسيطة بحيث أنهم. نعم. لا يقدموا حاجة الناس كاملة بالطريقة الجاذبة وكما ذكرت الوسيلة. نعم. الممتعة والشيقة. إذن. نعم. يعني هذه مقارنة بين الإعلام الديني وإعلام غير الدين عموما. نعم. نستطيع أن نسميه، والمنافسة ليست لصالح الإعلام الديني. طبعا طبعا. يعني برأيك يعني كيف نجعل الإعلام الديني منافسا كما ذكرت في بعض الأسباب أو بعض الحلول؟ أنه. نعم. نغير الوسائل. نعم. ثم يحتاج أن يعني نحن ينبغي أولا أن لا نحبط. لا. نعم. لأن نعم. هذا واقع، لأن هذا واقع عالمي كبير. نعم. في قضية انشغال الناس بدنياهم، نحن ضمن إطار تحولات عالمية ضخمة جدا أخبر. نعم. عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعالم اليوم يتكلم عن العالم الجديد. نعم. السوشيال ميديا الآن وحركتها التي اجتذبت الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أخذت حصة أكبر من شرائح المجتمع. نعم. إليها. هذه الوسائل هي كذلك في أيدي غير مسلمة، في أيدي أصلا لهم أهداف أيديولوجية أخرى يعني. أيوة. وكذلك نحن ينبغي أن ندرس الواقع من منطلق كلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تتكالب عليكم الأمم تجد الناس في الحيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الحليم حيرانا. نحن في زمن فيه مضلات الفتن، وفيه الفتن كقطع الليل المظلم. نعم. المتمسك بدينك كالماسك على الجمر. نعم. فهناك توصيف، هناك توصيف نبوي للواقع الذي نحن فيه، أن هناك موجات شديدة. نعم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. نعم. موجات شديدة من الإلحاد لا تكاد أن تواكب. نعم. الخطاب مع الشباب، الدين كما يقولون الدين السياسي، دخول مثلا حركات دينية في السياسة ثم فشلها
أو أخطاءها التي ارتكبتها سببت نوع من الشعور عند الشباب أن هناك مشكلة، يعني المشاكل الكثيرة التي جعلت الناس ينفروا. فنحن نعتقد أننا نحتاج إلى وقت كافي إن شاء الله وطويل نوعا ما مع معونة الله تعالى حتى نستطيع أن نجتذب الشباب. المشايخ اليوم بارك الله فيهم جميعا والعلماء يتحدثون مع الناس، ولكن هناك خانات فارغة. نعم. اليوم نحن نعاني، يعني قبل أيام، وأتكلم أنا عن الشباب، عن الشباب الجامعي، ليس الشباب الذين في الخلاوي وفي المسايد وفي الزوايا، الشباب المثقف الذين في الجامعات مثلا. نعم. الآن يعانون يعني مخاض فلسفة رهيبة. نعم. اليوم العالم منفتح. نعم. اليوم العالم منفتح، اليوم أي واحد يفتح الإنترنت ويقرأ ما يشاء، الكتب الآن منتشرة في كل مكان، هناك قضايا تتعلق بالتنمية البشرية وفيها نسبة من الفلسفة. نعم. هناك قضايا تتعلق بالحياة الروحية وفيها نسبة من الفلسفة، وتتبنى نظريات يعني حتى قد تكون وثنية جدا. نعم. جدا. نعم. جدا. ولهذا قبل يعني لازلت أنا دائما باستمرار، يعني قبل أيام كنت جالس مع شباب يسألونني عن قضية تناسخ الأرواح. نعم. هي يسألون. نعم. عن قضايا تتعلق التطور والنشوء، التطور والنشوء، داروين وفيرو، نظرية داروين الأولى ونظرية داروين المتطورة. نعم. ونظرية داروين الحديثة، فرويد النفسية، يعني أشياء. نعم. كثيرة. في المقابل تجد العلماء أو رجال العلم الشرعي في كثير منهم لا يحسنوا صياغة التخاطب في هذه القضايا، وربما ربما بالعكس ربما تشددوا في الخطاب أو خاطبوا الناس من وجه آخر. يعني يأتي الشاب لا يعرف القرآن أصلا. نعم. فنحن نستشهد له بالنصوص القرآنية، هو لا يعرف اللغة العربية. نعم. جيدا أصلا. نعم. اللغة العربية منهارة عند الناس. نعم. ولا يعرف ضوابط الااستنباط من القرآن، فأنا. نعم. أريد أن أحاجه بالآيات القرآنية التي لا يفهمها. نعم. وليس عندي منطق، وليس عندي فلسفة إسلامية، وليس عندي أدلة عقلية كافية. نعم. واستعداد أن أسمع، يعني لما. نعم. يأتي الشاب مثلا، الشاب جاءني قال لي أنا ملحد، فأحيانا ربما يحصل من بعض العلماء أنه لما يأتي شاب فيسأله سؤال يقول لك يا أخي أنا مش مؤمن، أنا الآن راح جاءك. نعم. سألك، قال لك أنا صراحة صرت الآن ما مش مؤمن، وأشك في، صرت أشك أن هناك. نعم. أن هناك نبي مثلاً، اسمه محمد مثلاً. نعم. فمباشرة يعني يجد التقريع، الإعتاب والتقريع الشديد. نعم. نعم. فينفر. فكثير من الشباب عندهم شكوك، عندهم أسئلة، عندهم هموم داخليا تتفجر فيهم، يخافوا أن يجلسوا فيها مع علماء الدين. نعم. فسبب فجوة في هذا، لأنه يعلمون أن علماء الدين إنما يعني سيتعاملون معهم بتعصب وبعنجهية. إذن هو من خلال الصورة الذهنية اللي قلنا عليها مرسومة أصلا، مرسومة لدى الشباب عندهم من. نعم. من أناس فعلا تشددوا على المسلمين. نعم. نحن اليوم نرى ناس يكفر إخوانه المسلمين ويتهمهم بالبدعة. نعم. والشرك وكذلك يسفك دماءهم. فضيلة الشيخ، طبعا الإسلام هو يعني نحن هو دين عقلاني، هو مع العقل. نعم. هو لا. نعم. يجافي العقل مطلقا كما يظن بعض الناس. صحيح. فعقلانية الإسلام هذه برأيك إلى أي مدى ممكن أن تستقطب الشباب، يعني إذا 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 يعني مورست بالطريقة الصحيحة والصائبة؟ كنت أذكر أننا تجد أكثر شغل الناس اليوم والمدارس الإسلامية شغلها أكثره بالأحكام. نعم. عندما نأتي لخطاب الله سبحانه وتعالى، كم آية من آيات الأحكام في كتاب الله تعالى؟ هي بضعة مئات. نعم. بينما عندما ننظر إلى خطاب الله تعالى نجد أن هناك أكثر من 1300 آية تتعلق بالقضايا العقلية والكونية والفكرية، وتجد أن هناك آيات كثيرة قرآنية يأمرنا الله تعالى فيها بالنظر
بالتفكر، بالتدبر، بالسماع، بالتبصر، تجد هذه الألفاظ في القرآن كثيرة جدا. أفلا يبصرون، أفلا يعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا تدبرون، انظروا، أفلا يتدبرون. نعم، أمثالها بالمئات هذه الآيات. نعم، في القرآن. إذن الخطاب، عندما نرجع حتى للخطاب الذي يسميه بالخطاب الصوفي مثلا للمراحل السابقة، المئات السنين السابقة، نجد أن رجال التصوف أو أن رجال المعرفة هؤلاء تخاطبوا مع الناس ليس من منطلق الحلال والحرام فقط، بل إنهم استقطبوا نفوس الناس، استقطبوا أرواح الناس، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. نعم. لامسوا الواقع. اليوم القضايا الفكرية صارت سريعة. نعم. بحيث إنها سبقتنا أن نشتغل على أبحاث جديدة. نعم. حتى نواكب هذه الفكرة، وهذا ما يسمى الآن بالعولمة. ثم جاءنا ما بعد العلمانية والعولمة، جاءتنا مرحلة الحداثة. نعم. ونحن اليوم نتحدث عن ما يسمونه ما بعد الحداثة. نعم. لما تقول للناس نحن اليوم نتكلم عن ما بعد الحداثة، ثم تأتي لطلبة العلم الشرعي، ثم تأتي لدكاترة العلم الشرعي وتسأله عن الحداثة ولا يعرف ما هي الحداثة أصلا. نعم. فما بالك بما يسمى اليوم بما بعد الحداثة، وفيضان الأفكار الانفتاحية المرعبة الهائلة التي سالت كالسيول الآن على الشباب. طبعا يعني فضلت الشيخ أنه هذه الأفكار هي نخاف على الشباب منها، لأنه معظم الشباب ليس لديهم قواعد راسخة. نعم. ينطلقون. نعم. منها. يعني لو كان لديهم قواعد عقدية متينة ودرسوا العقيدة كما ذكرت الأشعرية والعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة الأشاعرة وغيرهم الصحيحة، وكذلك يعني تسلحوا بأصول هذا الدين، بعد ذلك لا يهزم أي شيء، لأن الإسلام أصلا يجاري العقل ولا يجافيه كما ذكرنا في بداية هذا المحور. يعني لا يوجد أي مسألة. نعم. أو أي قضية في الواقع تتعارض. نعم. يعني أي حقيقة علمية. نعم. تتعارض مع كتاب الله. نعم. ومع سنة رسوله، بل نحن نتحدى. نعم. أن يأتي أحد بأي قضية تتعارض مع تعارض القرآن وهي قضية عقلية. نعم. بتاتا. نعم. أبدا، دائما تجد المعارضة هي قضية هوائية، سوء الفهم، منطلق الهوى، سوء الفهم، منطلق الهوى أو سوء الفهم. نعم. أو الرغبة الشخصية عند إنسان. نعم. أو أو رغبة التحكم أو إرادة. نعم. التلاعب بعقول الناس. نعم. أما عندما ترجع إلى القواعد العقل تأتي إلى أكبر فيلسوف فتمشي معه بقواعد العقل فينهار. نعم. تمام. لانه صريح. يجد نفسه. نعم. في ورطه. نعم. لانه صريح المعقول. نعم. لا يعارض صحيح المنقول. نعم. فاذا. نعم. تعارضا اما يكون المعقول هذا اي هذه النظريه ليست صحيحه او يكون المنقول ليست صحيحا. نعم. فقد يكون المعقول ليس صريح بمعنى ان النظريه ليست صحيحه ليست صائمه. نعم. او المنقول ليس صحيح قد يكون حديث موضوع. نعم. وكثير من الحقائق. نعم. التي سميت بانها حقائق علميه أو سميت بأنها نظريات جاء زمن فأصحابها نقضوها. أصحابها. نعم. نقضوها بعد طول البحث والتأني. نعم. رأوا. نعم. أنهم قد أخطأوا وصححوها. نعم. 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 اليوم مثلا من القضايا المهمة اليوم لما تواكب الفكر الغربي الذي هو الآن صار مؤثر على شبابنا. نعم. تجدهم يتحدثون عن القرن هذا هو قرن موت الإلحاد. هم الآن يقولون أن الإلحاد سيموت. نعم. سينتهي الإلحاد، مع أنه هو الآن بدأ يدخل علينا في العالم العربي. نعم. هنا حديث بالنسبة هناك انتهى وعند هناك الآن هم يتكلمون عندنا. على أن الإلحاد الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة. لما؟ نعم. قالوا لأن الإنسان وصل إلى مرحلة في العلم. نعم. لا أوصلته إلى أنه لا بد من أن يكون لهذا الكون صانع. مستحيل خلاص. لأن كل لأن الأفكار الإلحادية الموجودة انهارت بعلم الرياضيات بعلم الفيزياء بعلم الكيمياء. نعم. بعلم الأحياء. نعم. نقط. نعم. انهارت تماما. انهار هذا تماما. نعم. بقيت أن الناس فقط الآن يعني تريد أن تعيش شهواتها ولذاتها. إذن العلم أوصلهم إلى الحقيقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة. نعم. ونحن يعني كما ذكرت أنه في معرض حديثك هذا أنه كثير من الأشياء تنتهي عند الغربيين ثم تبتدي عندنا. نعم. مثلا العلمانية فضيلة الشيخ أنه العلمانية هي الغربيين إذا انتهجوا المذهب العلماني. نعم.
قد يكونوا معذورون لأن أصلاً دينهم محرف و... نعم. وينافي العلم وينافي العقل، لكن ديننا لا ينافي العلم ولا ينافي العقل، بالعكس تماماً، ديننا هو من يدعو إلى العلم في كثير من الآيات في كثير من الأحاديث، وديننا كما ذكرنا قبل قليل هو عقلاني. نعم. إذن نعم. يعني لا عذر لمسلم أن يتبنى المنهج العلماني. هي ردة فعل، هي ردة فعل. لما نتكلم عن الشباب، الشباب عندهم ردة فعل. نعم. هذه يا أخي هذه صنائع شيطانية. الله سبحانه وتعالى في كتابه أخبرنا أن إبليس له عمل وله فعل في الحياة، وهو يعمل دائما على صناعة الأفكار التي تجد رواجا ونسبة من القابلية العقلية. إبليس حتى لما لم يسجد كان عنده نوع من المنطق المبتور، عنده نوع من العقلانية المقطوعة، الفلسفة المخمجة، التحايل النفسي. التحايل النفسي كمان جميل الاسم هذا، التحايل النفسي. حتى يخلق نفسه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أنا لا أسجد إلا لك، أنا أعبدك أنت، كيف أنا أعبد أنا كيف أسجد لمخلوق؟ رغم علمه ببطلان عقيدتي هذه، لكنه يرضي نفسه. نعم. وكذلك لما أراد أن يغوي آدم اخترع له فكرة. نعم. فكرة الخلد، فكرة شجرة الخلد. إذا دائما الإنسان يخدع بفكرة. نعم. والفكرة هذه يروج لها. العالم خدع فترة طويلة بمسميات، خدع بما يسمى بالديمقراطية، مع أنه نحن عندنا شيء اسمه حرية الإسلامية عندنا والحقوق الإنسان والضوابط، لكن خدع الإنسان بمسميات تنهار أمام ما يسمى بورقة فيتو، تنتهي كل هذه الديمقراطية. خدع الإنسان بهذه الصنايع التي هي أساسها صنايع شيطانية لإغواء منظومة الإنسان كلها. نعم. فالآن نحن الآن نجد أنه يراد بعالمنا العربي والإسلامي نفس الذي حصل للعالم الغربي. العالم الغربي وصل إلى جهل دين محرف. الدين المحرف استخدمه رجال السياسة في ذلك العصر. نعم. وكانت الكنائس هي التي تحكم، وجاءت محاكم التفتيش، وجاءت تلك ما يسمون بالحصول الظنانية والمحارق. نعم. وكيف كانت يعني كيف كان رجال الدين باسم المسيحية باسم الصليب يذبحون ويعدمون ويقتلون، ويعني كانوا يرفضون العلم تماما. فحصلت هناك ردة فعل هائلة جدا في الشعوب الأوروبية، فانقلبوا على الكنيسة وعلى الدين كله، فانطالبوا بالحرية لأن هذا الدين خنقهم، لأن أصل محرف ليس دين من الله سبحانه وتعالى، محرف ولأنه استخدم، حرف واستخدم. نعم. الحمد لله ديننا الإسلامي لم يحرف. نعم. في نصوصه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام يتلاعبون بتفسيره، يتلاعبون بأحكامه، يتلاعبون. نعم. بتشويهه. لا، ما أحد استطاع ولن يستطيع أحد أن يحرف الكتاب، لكن هناك متلاعبون. نعم. يستغلون الدين في أن يتسلطوا على رقاب العباد. نحن اليوم عندنا داعش نسمعها كل يوم ونراها نحن وإياكم كل يوم، وقبلها القاعدة وما ندري ما بعدها، والله أعلم بما قبلها. ولكن أن نستخدم الدين للسياسة، كما قال الله يرحمه الشيخ محمد متولي الشعراوي، قال أنا لا أريد أن أحكم بالدين، أريد أن أحكم لا أريد أن أحكم بالإسلام، أريد أن أحكم بالإسلام. يعني أنني ليس لي طمع في هذا الكرسي باسم الإسلام، لأن هذا الطمع يدخل فيه الهوى الذي يدعو الإنسان إلى الرغبة في التسلط. فالشباب اليوم في كثير من البلدان أحسوا بأن أهل الدين يريدوا أن يتسلطوا عليهم. طبعا ليس هذا عام، ولكن الإعلام روج لذلك، والغرب روج لذلك، وأكبر قنوات الفضائيات الإخبارية التي هي اسمها عربية واسمها أنها من الدول الإسلامية ولكنها لا تنتمي لنا، لأنها تروج هذه الفوضى وتشعر الناس بكل خبر سلبي وبكل خبر سيء، حتى أحس الشباب بأن هؤلاء الشيوخ
يريد أن يستعبدوهم، يريد أن يقيدوهم، يريد أن هذا الإسلام يريد أن يخنقهم. يا أخي انظر إلى الغرب، ناس تعيش حياة كريمة، حياة سعيدة بكل حرية بكل ديمقراطية. الإنسان له حقوق ونحن لسنا لنا حقوق. انظرون إلى الصورة الظاهرة ولا يعلمون خبأ الأمور في الغرب كما فلذلك ذكرت. دعوة الآن للانفجار عند الشباب، ولعلها كما ذكرت هي ردة فعل أيضا من ناحية أخرى، من ناحية العلماء المتشددين الذين لم يحسنوا توصيل الدين بالطريقة الصحيحة. نعم. فنفروا الشباب، لذلك جاءت ردة الفعل هذه بهذه الطريقة. ولكن فضيلة الشيخ يعني الحبيب الدكتور محمد عبد الرحمن السقاف، وأنت الداعي والإعلامي والمتصوف العليم بقواعد التصوف وأصوله، برأيك يعني والتصوف هو يعني علم روحاني، وكذلك نستطيع أن نقول مادي وعملي سلوكي، برأيك يعني التصوف هذا والعالم المتخبط كله ومن بينه الأمة الإسلامية في كثير من أحوالها، برأيك كيف يمثل التصوف المخرج المثالي والأنموذجي لهذه التخبطات ولهذه الهلاميات الفكرية والضلالات؟ التصوف يا سيدي هو نظام حياة كاملة. نعم. شغله صلاح ذات الإنسان. نعم. الإنسان كيان جسد وروح ونفس في داخله معادلات معقدة. هناك نفس لها شهوات لها غرائز، هناك روح لها تطلع للعالم الأعلى للصفاء للذوق للحب لهذه الصفات، هناك شيطان متلاعب عابث بفكر الإنسان له وسواس وهو خناس. نعم. هناك توازنات وتجاذبات في كيان هذا الإنسان العظيم الذي خلقه الله بهذه الصنعة العظيمة. التصوف يعنى بصلاح هذا الإنسان، فصلاح الإنسان به صلاح العالم. نعم. لا يوجد مدرسة استطاعت أن تصلح الإنسان وتدرسه دراسة صحيحة إلا التصوف، لأنه أخذ من روح الشريعة من نور الوحي الرباني وطبق بأسلوب نبوي محمدي برجال المعرفة برجال المحبة برجال السند والاتصال. أهل التصوف هم على مر التاريخ هم كبار مفسري الأمة، هم كبار فقهاء الأمة، هم كبار محدثي الأمة. كل روايات الحديث للبخاري ومسلم بأسانيد أهل التصوف. نعم. أشهر التفاسير الموجودة للقرآن، بل كل أسانيد تلقي القرآن بطرق أهل التصوف. فالتصوف هو روح حياة الإنسان. ولذلك التصوف مر بأزمتين، أزمة من خارجه وأزمة من داخله، فصرنا نعيش الأزمة الإنسانية اليوم. أزمة من خارجه أنه من أيام انهيار الدولة العثمانية ولا زال التصوف موضوع محل الحرب. من أن سقطت الدولة الإسلامية الكبرى التي كانت تحكم العالم، كان المستشرقون من قبل 300 سنة أو أكثر قد درسوا عالمنا الإسلامي ونظروا إلى نقاط القوة وقالوا لا بد من هذه النقاط أن تهدم، ومن بينها التصوف. فكان أول نقطة فيها التصوف والمذاهب الإسلامية الشرعية هذه لا بد أن تشوه ولا بد أن تفرق ولا بد أن تضرب، لأنها هي عامل وحدة وعامل جذب للمسلمين، لأنها هي التي كانت تسوق الشعوب. نعم. وهي التي كانت تدير الشعوب. نعم. أنتم في السودان هنا، ما الذي كان يدير حياة السودان؟ نعم. كان يدير حياة السودان المشايخ. نعم. ولم يكن هناك لا مسؤول ولا والي ولا رئيس يجرؤ أن يتكلم بكلمة على شيخ، وكان الناس يحتكمون إلى زوايا المشايخ، وكان الشيخ يحل أكبر مشكلة في الواقع التي الآن الحكومة لا تستطيع أن تحلها. كان شيخ تأتي قضية كبيرة يخرج إليها شيخ من شيوخ المعرفة زاهد في الدنيا لا يريد أموال الناس، وهو جالس في بيت متواضع وله معرفة بالله والقلوب مشغفة بحبه لأنه عرف التعامل مع الناس، فيخرج فيحل القضية ربما في كلمة، ربما يرسل عصاءه إلى مشكلة أو مسبحته. وهذا كان واقع في السودان إنه إلى قريب هذا موجود، كان ربما يرسل مسبحته فيقولون سبحة الشيخ حضرت لا نتأدب نرجع إلى الشيخ. فكان هذا التصوف
ورجال التصوف يحلون مشاكل الحياة. نعم. الذي حصل أنه هوجم التصوف من الخارج، سلطت عليه جماعات إسلامية متشددة ليكفروهم ليؤذوهم، سحب البساط من تحت رجال التصوف في أكثر البلدان من ناحية الإمكانيات، من ناحية أوقافهم التي نعم. سلبت في أكثر البلاد العربية، أوقاف الأربطة والمعاهد والزوايا أكثرها سلبت في البلاد الإسلامية، المدارس الكبرى التي كانت على منهج التصوف، الزيتونة، الأزهر الشريف، كل هذه مدارس تصوف ضربت وأممت على ما يقولون أوقافها، فضعف من الخارج. من الداخل يعني خضخض التصوف، حتى صارت كثير من طرق التصوف عبارة عن تجمعات وموالد، لكن العلم والخطاب والفذلك الإنسانية لكيفية التعامل مع الإنسان ضعفت. نحن اليوم نحتاج أن نرجع إلى منهجية الإمام الغزالي، وهو إمام علم النفس الإسلامي في العالم. اليوم الجامعات الغربية اليوم تدرس كتاب إحياء علوم الدين، وهم غير مسلمين، وتأتي إلى مدارسنا في جامعات الإسلامية، أي جامعة إسلامية اليوم تدرس كتاب إحياء علوم الدين الذي يعنى بإصلاح النفس الإنسانية؟ فالآن استبدلنا، نحن تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلنا بكتب ما تسمى بالتنمية البشرية والNLP وعلوم الطاقة وعلوم، بينما هذه يعني وضعها بشر وقعدوا لها، يعني وضعها بشر ومعلوم أن وضعوها لأجل أغراض دنيوية. نعم. والإسلام يعني واضع الله سبحانه وتعالى حقيقة بالقرآن الكريم ومجازا بالسنة النبوية المطهرة. نعم. وأهل التصوف أخذوا زبدتها في الكتاب والسنة وطبقوها بأسلوب رائع على الناس. نعم. لذلك طبقوها وعلموا العلوم الشرعية والعلوم الروحية، كما يقول شاعرنا السوداني محمد سعيد العباسي: علموا النشأ علما يستبين به سبل الحياة، وقبل العلم أخلاقا. نعم. فيعني هذا شاعر سوداني عندنا، شاعر جميل كبير جميل جدا يعني. جميل جميل. يعني كما ذكرت يعني أن من أسباب الأزمة أن هنالك علماء يعلمون العلم مجردا كأن الواحد منهم آلة تصب العلم صبا لا روح له ولا روح لعلمه، ويأخذه كثير من الناس بهذه الطريقة، وقد لا ينتفع به أصلا في سلوكه. نعم. ومن ثم لا ينعكس في سلوك الآخرين. نعم. نحن لسنا عندنا أزمة علم. نعم. ليس عندنا أزمة علم، ولكن أزمة، نحن عندنا أزمة تطبيق العلم. تطبيق. عندنا أزمة تطبيق. نعم. العلم. العلم موجود والكتب موجودة وفائضة. نعم. والجامعات الإسلامية تخرج كل سنة عشرات الآلاف من يحملون الشهادات، وعندنا يعني الألوف الكبيرة ممن يحملون حرف الدال، دكتور في الشريعة، دكتور في علوم الدعوة، دكتور في كذا، عندنا ألوف. فليست القضية إذن في نفس العلم، عندنا مشكلة في طريقة تطبيق هذا العلم بطريقة صحيحة وحسن الفهم أيضا، بأخلاق حسن الفهم له، حسن الفهم له والاتصال بسنده. نعم. اتصال بسند العلم. لما تحول العلم الشرعي إلى شهادات وقعنا في أزمة. أولا كان مثل الخلاوي مثلا عندكم هنا في تحفيظ القرآن، هل يخرج طالب من الخلاوي حافظ للقرآن بشهادة وهو ليس بحافظ؟ مستحيل. نعم. يعني الولد يمسك المحبرة ويكتب في اللوح، ومن اللوح كان يرجع إلى الشيخ يصحح له، بعد المصحح يأتي هنا ليعرض قراءته، بعد عرض القراءة يراجع، يمشي الصباح يدور وهو يحفظ القرآن بقواعدكم أنتم أهل السودان. ثاني يوم ما يستطيع الطالب أنه يعني يمر الطالب واحد واحد على الشيخ. نعم. ما فيش يعني طلب، ما فيش طالب على قولهم ينجح بالغش، ما يوجد هذا الكلام. حافظ حافظ غير حافظ يبقى يرجع، ما حفظ الذي عليه يرجع ثاني يوم إلى حيث وقف، ما يمكن أن يتجاوز الآية حتى يتقن تلاوتها وحفظها. هذا كان في بقية العلوم. نعم. التلميذ يجاز. الآن يمكن أن تحوز شهادة باختبارات تكتبها على ورقة وتخرج معك بكالوريوس، تخرج مع معك شهادة ماجستير. نعم. ولست بمتقن لهذا. نعم. لا تستغرب لما نجد كثير جدا في بلاد العلم، تجد واحد يخطب جمعة أو واحد مثلا يدرس ومعه شهادة،
وتجد عنده مئات الأخطاء ليس عشرات الأخطاء. نعم، لأن كما ذكرت طريقة التعليم صارت هي أن يدرس جزءا صغيرا جدا في مجال تخصصه ويمتحن في هذا الجزء وينال شهادة بأنه متخصص في كل الجزء، أنه عالم. عالم. أنه عالم شريعة. ولم يرجع إلى المراجع ولم يعني يمضي زمنا طويلا في درس ما يسمى بالملازم الصغيرة، يعني ملازم صغيرة، صغيرة كده يدرسها ويختبر فيها. نعم. هذا لا يعلم. هذا من ضمن أزمات الأمة الإسلامية في العلوم الشرعية. نعم. تحديدا. نعم. حتى نعم. العلوم حتى العلوم المادية. صحيح. نعم. صحيح، حتى العلوم المادية للأسف يعني. نعم للأسف. يعني فضيلة الشيخ، ونحن نمضي إلى خواتيم هذا اللقاء، يعني ما هي وصيتك بعد كل هذا الكلام على الهموم الدعوية للأمة الإسلامية عموما والمشاكل والحلول التي تلمسناها من خلال حديثك؟ نعم. يعني ما هي وصيتك، الوصية العامة؟ نعم. للدعاة، دعاة اليوم. دعاة اليوم ينبغي أن يعرفوا مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى وأنهم سيسألون. وصيتي الأولى أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى في هذه المهمة. وصيتي لهم الثانية أن يرجعوا إلى المدارس الأصيلة ولا يجعلوا حركتهم الدعوية مرتبطة بتنظيمات وبهيئات وبشكليات لها رابطة سياسية، ويسامحوني في هذه الكلمة وربما لا تعجب كثيرا من الناس، يسامحوني فيها، لكننا وجدنا من خلال هذه الأشياء مشاكل كثيرة في العالم الإسلامي. فليجردوا دعوتهم عن المقاصد السياسية وليشتغلوا بالعلوم ويرجعوا إلى المدارس الأصيلة. لدينا مدارس أصيلة هنا في السودان، فليرجعوا إلى مشايخ المدارس الأصيلة. أن يجعلوا دعوتهم كذلك غير منحصرة، غير منحصرة، يعني لا تكون عبارة عن خطب ومحاضرات. الناس لا تريد فقط خطب ومحاضرات، الناس تريد من يجلس لها ويحاورها. نعم. ويقرب منها. ينبغي. نعم. للدعاة أن يكونوا قريبين من الناس، مجالسين للناس، رحبين الصدر مع الناس، لا يتعالوا ولا يترفعوا. وآخر دعوة للدعاة، لا تتطلعوا للدنيا، فإنها آفة الدعوة. نعم. الدنيا آفة الدعوة، لا تنظروا إلى ما في أيدي الناس. إذا كنت فقيرا وإذا كنت غنيا وإذا كنت صاحب إمكانية أو غير صاحب إمكانية، فرض بما أقامك الله فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته وليس معه من الإمكانيات الكافية، وكان في المدينة يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. كان مشايخ التصوف في هذه البلاد يعني أغلبهم على الزهد، وكانوا يمضون في دعوتهم إلى الله. فالداعية ينبغي أن لا يمد عينه إلى ما فيه، وأن يخلص الناس. يعني هذه حتى يكون مخلصا. نعم. في دعوته. نعم. حتى يكون خالصا لله سبحانه. لأن المخلص وإذا علم الله سبحانه وتعالى منه الإخلاص، فإن الكلام الدعوي والمفيد إذا خرج من القلب فإنه يدخل القلب. يدخل إلى القلب. نعم. نعم. سبحان الله. نعم. نعم. وهكذا هذه منهجية الرسالة كلها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة يعني فضيلة الدكتور، يعني الثقاف تشرفنا جدا ولم نشعر بالوقت ونحن نحاورك. الله يبارك لهذا الحوار الجميل والشيق. نشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب محمد عبد الرحمن الثقاف، الداعية والإعلامي المعروف، مدير قناة الإرث النبوي ومدير مشروع فاتبعوني لإحياء السنن النبوية، وأنت من المملكة العربية السعودية من أرض الحجاز. لا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم لك بجزيل الشكر إنابة عن كل مشاهدينا الكرام. جزاك الله خيرا. حفظكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيكم.